يعني تحدثنا في بداية حلقتنا عن الرعاية الملكية لهذا المهرجان، أكيد عشاق الإبل له موعد سنوي مع هالمهرجان الكبير، وإن شاء الله المهرجانات المتتالية في الأيام القادمة. تفضل أبو فهد. والله حنا نعيش 5 سنوات استثنائية. الحمد لله. من الحمد لله ما تبي إلا الشكر. 5 سنوات لم تمر على ملاك الإبل، الإبل ولا ملاك الإبل. فهذا كله من فضل وجود قادتنا اللي تعايشوا مع شعبهم في كل فئاته. فاليوم حنا كملاك إبل نفتخر ونعتز بفخرنا ومجدنا وقيادتنا. فأعتقد أننا نعيش عصر ذهبي، ما في شيء، كملاك إبل وما زلنا موعودين بخير كثير إن شاء الله، ومتفائلين بظل وجود قيادتنا. ما نقول إلا الله يديمهم لنا، والحمد لله احنا محظوظين صراحة. كل ما راح منهم واحد جانا واحد ومثل الغيث علينا. جميل يا ابو